مرحبا بكم مستمع إذاعة لودجي غاديو ومشاهدي قناة لودجي تيفي. فقرة تيكويك، الفقرة اللي كرافقكم من خلالها أنا عائشة بوسكين في إطلال على آخر ما وقع في لينوفيل تكنولوجي هاي تيك اي ديجيتال، باش هكذا ترجع حياتكم اليومية أذكى وأسهل. وبداية مستمعين، مع تطبيق واتساب الذي من المرتقب أن يقوم بتحديث جديد يجلب عدة مزايا، من بينها تمكين المستخدم من استعادة الرسائل التي قام بحذفها عن طريق الخطأ، وبالتالي عن طريق هذه الخاصية سيكون مستخدمو واتساب قادرين على إعادة الرسائل التي حذفت بالنسبة لهم فقط، أي أن هذه الميزة لن تكون متاحة عند حذف الرسائل للجميع. واقترابا من حدث إطلاق السلسلة الجديدة من هواتف آيفون 14، أرسلت شركة أبل يوم الأربعاء 24 غشت دعوات إعلامية لحضور حدث الشركة الرئيسي في 7 سبتمبر المقبل. ووفق ما نقلته رويترز، فإنه من المتوقع أن تكشف الشركة من خلاله النقاب عن أجهزة آيفون الجديدة، وذلك قبل أسبوع من الموعد المتعارف عليه في منتصف سبتمبر. وتخطط أبل استضافة الحدث في مسرح ستيف جوبز في مقرها الرئيسي بكاليفورنيا، وسيكون هذا الحدث هو أول حدث شخصي داخلي منذ بدء جائحة فيروس كورونا في عام 2020. هذا وقد عقدت أبل في وقت سابق من هذا العام حدثا للمطورين، لكن تم تقديم العرض الرئيسي في الهواء الطلق في مقرها الرئيسي. أطلق تطبيق تيك توك خاصية جديدة تمكن المستخدم من تحويل النصوص المكتوبة إلى صور، وبالتالي استخدامها كخلفية لتصوير مقاطع الفيديو. الميزة الجديدة تسمى All Green Screen، إذ تمكن المستخدم من تصميم أي صورة تعبر عن أي موضوع ينوي مناقشته خلال الفيديو الذي سيبثه. تسابق تيك توك لباقي منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص تقديم المزايا الجديدة أصبح من طبيعة المنصة خلال السنوات الأخيرة، فمثلما كان تيك توك سباقا في تقديم مقاطع الفيديو القصيرة ريلز التي أصبحت من بين الأكثر جذبا، لتلحقه في ذلك المنصات الأخرى وعلى رأسها فيسبوك، أراد أن يسبق الجميع بإطلاق تقنية تحويل النصوص إلى صور. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة تيك ويك. ما تنساوش تيليشارجيو نوتخ أبليكاسيون لو دي جي موبيل سور أندرويد أو إس، et de vous abonner à notre chaîne YouTube LODG TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées. نضرب لكم موعد لا سمير بروجين هاتشي كامل على اتيريداتكم رقمية LODG Radio وكذلك على قناتكم LODG TV.